analysis of trusses using matrices. اللي احنا عايزين نعرفه ان طريقة الماتريكس اناليسيس زيها زي كل الطرق اللي سبق ودرسناها في حل المنشآت زي السلو ديفليكشن او ديستريبيوشن او ثري مومنتس ايكويشن او غيرها، كلهم هما مبنيين على نفس البرينسيبلز او نفس الاساسيات. لكن الماتريكس ميثود بتفرق عنهم في ان كل العلاقات اللي احنا بنستخدمها زي الإكوليبريم كونديشنز، زي العلاقات ما بين اللودز والديفورميشنز وغيرها، كلها بيتم التعبير عنها في صورة مصفوفات. الفرق ما بين الماتريكس ميثود والكلاسيكال ميثودز، الكلاسيكال ميثودز مقصود بيها الطرق التقريب التقليدية اللي سبق ودرسناها، ان الكلاسيكال ميثودز دي معمولة اساسا علشان تحلل بيها انواع مختلفة او انواع معينة من المنشآت. الطرق دي احنا بنبقى عاملينها اساسا بهدف ان هي، او اللي عملها اساسا عملها بهدف انها تستخدم في المانوال سوليوشن. علشان كده هي بتبقى بيزد على assumptions. الهدف منها تقليل المجهود او تقليل الوقت المستخدم في حل المنشأ، وفي نفس الوقت الوصول لحل اقرب ما يكون للحقيقي، يعني نوصلش الحل الاكزاكت في الطرق دي بما اننا بنعمل بعض الديفورميشنز. يعني عشان نوضح الكلام ده، وطريقة السلوب ديفليكشن والديستريبيوشن احنا بنستخدمهم عشان نحل بيهم بيمز وفريمز اللي معرضين لبندنج ديفورميشنز، ما اقدرش ان انا احل بيهم تراسز. الديفورميشنز اللي بتحصل نتيجة الاكسيال فورسز احنا بنهملها عشان نقلل عدد الديجريز اوف فريدم في الحل بتاعنا، وبالتالي ما ناخدش وقت كبير. على عكس الكلام ده بقى، طريقة الماتريكس اساسا الهدف منها الاساسي ان احنا نعمل بيها كمبيوتر بروجرامينج. علشان كده الطريقة دي نقدر نقول ان هي طريقة سيستماتيك. سيستماتيك معناها ان انت بسهولة تعرف تستخدمها في البرمجة. سيستماتيك يعني انت ماشي على خطوات ثابتة على سيستم واحد، ما عندكش اكتر من طريقة الحل، ما عندكش افكار في الحل الموضوع، انت ماشي على سيستم، فبالتالي الموضوع مناسب جدا جدا للبرمجة. كمان نقدر نقول ان هي جنرال، وجنرال يعني عامة، يعني اقدر احل بيها الانواع المختلفة من الفريم ديستركشرز. يعني ايه فريم ديستركشرز؟ يعني التو دايمنشنال او الثري دايمنشنال بيمز فريمز اند تراسز. ماشي كده؟ طيب، يبقى علشان كده طريقة الماتريكس ميثود بتختلف شوية في الفاينايت اليمنت ميثود. يعني ده احنا لو نقول ان الماتريكس ميثود بتستخدم اصلا للبرمجة، طيب امال الفاينايت اللي احنا دايما بنقول على برامج التحليل كلها بنقول عليها فاينايت اليمنت بروجرامز، زي الساب وزي السيف وزي الايتابس وزي الاباكوس وزي الانسز وكل البرامج المستخدمه في التحليل الانشائي. طب الفاينايت اليمنت ده يعني يختلف ايه عن الماتريكس؟ الفاينايت اليمنت مور جنرال، هو الماتريكس بالظبط بس معمم اكتر. يعني احنا قلنا ان الماتريكس ميثود بتستخدم في حل الستراكشرز اللي هي بيمز فريم تراسز. الفاينايت اليمنت اكثر شموليه، بتشمل جواها كمان بليتس، يعني انت تقدر انك انت تمثل بيها بليتس وشيلز، يعني تقدر تمثل مثلا بلاطات سقف، يعني تقدر تمثل بيها سوليدز زي اللي هو البريك اليمنت، تقدر تمثل فيها اليمنتس كتيره، تقدر انك انت من خلالها انك انت تشتغل على كل اشكال الاليمنتس المختلفه اللي انت ممكن تمثل بيها اجزاء المنشآت المختلفه بتاعتك، فبالتالي هي دي المستخدمه في البرامج الكبيره اللي هي متداوله في السوق. طيب، بما اننا هنشتغل على ماتريكس اناليسيس، فاحنا هنا بس بنفتكر بشكل سريع بعض الامور او بعض التعريفات المتعلقه بالماتريسيس، واحنا هنا مركزين على الحاجات اللي لها صله بالشغل بتاعنا، يعني المصطلحات والتعريفات والاوبريشنز اللي احنا ممكن نتعامل بيها في طريقه الماتريكس ميثود
فقط. لما بنتكلم على ماتريكس اسمها ايه، متكونة من عدد ام من الصفوف وعدد ان من الاعمدة، الماتريكس دي بنعبر عنها بهذا الشكل. القيم او الارقام اللي موجودة جوه الماتريكس احنا بنسميها الاليمنتس. يبقى انا لما اقول لك اليمنت ماتريكس مقصود بيها رقم ما او رمز ما موجود جوه الماتريكس بتاعتي. في حاجة اسمها الاوردر بتاع الماتريكس او بيسمى السايز بتاع الماتريكس، اللي هو عبارة عن عدد الصفوف وعدد الاعمدة. يبقى انا اقدر اقول ان الماتريكس دي من الاوردر او من الدرجة m times n. يبقى على طول انا لما اشوف m times n دي افهم ان عدد الصفوف عندها m، عدد الاعمدة عندها n. لو m و n ما بيساووش بعض بنسمي الماتريكس انها rectangular matrix، يعني مصفوفة مستطيلة. لكن لما يكون عندي عدد الصفوف وعدد الأعمدة متساويين بنسميها square matrix أو مصفوفة مربعة، وساعتها بنقول square matrix of order n. مصفوفة مربعة من الدرجة 5 معناها مصفوفة 5 في 5، من الدرجة 10 يبقى 10 في 10، وهكذا. طيب لما اقول لك الاليمنت اي جي، يعني مثلا ايه 3 4، معناها ان ده الاليمنت اللي واقع في الصف رقم 3 وفي العمود رقم 4. خلاص كده ايه 7 8، يبقى في الصف السابع في العمود الثامن. لما يكون عندي الماتريكس سكوير، الاليمنتس اللي الاي فيها بيساوي جي بنسميها الاليمنتس اللي واقع على المين دايجونال، يعني الاليمنت ايه 1 1، ايه 2 2، ايه 3 3. الاليمنتس دي احنا بنسميها ان هي الواقعه على المين دايجونال او على القطر الرئيسي للماتريكس. وكل العناصر الاخرى اللي هي فيها اي وجي ما بيساووش بعضهم دي بنسميها اوف دايجونال اليمنتس. طيب لما بنقول فيكتور او كولوم ماتريكس، المقصود بيها ان هي ماتريكس كل الاليمنتس بتاعتها بتقع في قلم واحد بس، يعني كل ايا كان عدد الصفوف فانا بسميه فيكتور لما يكون مكونه من قلم فقط. السيمتريك ماتريكس او المصفوفه المتماثله هي المصفوفه اللي فيها الاليمنت اي جي بيساوي الاليمنت اي جي اي، يعني معناه ان مثلا اي 1 2 بيساوي اي 2 1، اي 5 6 بيساوي اي 6 5. زي دي كده مثلا، ده اسمه الاليمنت، ده اسمه ايه اي 1 2، لانه في الصف الاول وفي العمود الثاني اللي هي السكس دي، اسمها A1 2. السكس دي اسمها A2 1، وقع في الصف الثاني والعمود الاول. الاليمنت ده اسمه A1 3، الاليمنت ده اسمه A3 1، ده اسمه A2 3، وده اسمه A3 2. يبقى انا الماتريكس لما بيكون عندي الاليمنت AIJ بيساوي الاليمنت AJI دي بنسميها سيمتريك ماتريكس او مصفوفة متماثلة. لما بنحب نضرب ماتريكس في رقم عددي، الرقم ده بيتضرب في جميع عناصر الماتريكس. يعني لو الماتريكس A بتبقى بالشكل ده وانا عندي رقم ما بيتا اسمه AI مثلا كونستانت، يبقى لما اضرب بيتا في الماتريكس معناها ان انا بضرب بيتا في جميع الاليمنتس بتاعت الماتريكس. طب لما عاوز اضرب تو ماتريسيز في بعضهم، في الحالة ديت ما ينفعش اي تو ماتريسيز يضربوا بعضهم، لازم يكون عدد الكولمز في الماتريكس A بيساوي عدد الروز في الماتريكس B. يعني انا مثلا انا عندي ماتريكس اهيت 2 في 3، وانا عندي ماتريكس تانية 3 في 2، عدد الاعمدة هنا 3، عدد الصفوف هنا 2. ده الشرط بتاعي، ان لازم يكون عدد الاعمدة اللي هنا بيساوي عدد الصفوف اللي هنا. الماتريكس اللي ناتجة عندي، الماتريكس اللي ناتجة عندي بيبقى الاوردر بتاعها ايه؟ بيبقى الاوردر بتاعها عدد الصفوف اللي هنا في عدد الاعمدة اللي هنا، اللي هي تطلع لي 3 في 3 بالشكل ده. طب ازاي انا اصلا بجري عملية الضرب؟ يعني الاليمنت C11 ده مثلا بيساوي ايه، او C12 ده بيساوي حاصل ضرب الصف الاول هنا في العمود الثاني هنا. يبقى الرقم الاولاني ده معناه حاصل ضرب الصف الاول، رقم الصف في الماتريكس الاولانية، وده رقم العمود في الماتريكس التانية اللي بيضربوا في بعض. يعني C12 بيساوي A11 في B12 زائد A12 في B22. C33 اللي هو ده عبارة عن حاصل ضرب الصف التالت هنا في العمود التالت هنا، اللي هو A31 في B13 زائد A32 في A23. طبعا احنا عارفين ان الملتبليكيشن مش عملية ابدالية، يعني في الماتريسيز، بمعنى ان انا عندي
إيه لما اضرب الماتريكس اف بي مش هيساوي حاصل ضربهم، مش هيساوي حاصل ضرب الماتريكس بي في ايه. ما ينفعش ان انا ابدل تو ماتريسيز في بعضهم، لو ينفع ان انا ايه اضربهم. تمام كده. في عندي بقى حاجة مهمة اللي هي بداية الحل بتاعنا لما نيجي نشتغل بطريقة الماتريسيز. اول حاجة لازم تعملها في المسألة بتاعتك انك تحدد الجلوبال واللوكال كوردينيت سيستمز اللي انت هتشتغل بيهم. احنا هنطبق الكلام ده كله او نشرح الكلام ده كله على يعني مثال كده عشان نفهم احنا نقصد ايه. احنا قدامنا هنا تراس، التراس ده ابعاده 3×4 زي ما احنا شايفين معرض لاحمال بالشكل ده، جيفن ليا الكروس سيكشن اريا بتاعت كل الممبرز بتاعته. لما نيجي نشتغل او نعمل اناليسيس احنا بنتعامل مع تو تايبس اوف كوردينيت سيستمز. اول واحد اللي هو اللي هو الجلوبال كوردينيت سيستم. اول حاجة انت بتعملها في المسألة بتاعتك وقبل ما تحدد اي سيستمز ولا اي حاجة انك انت بتعمل نمبرينج سيستم او نظام ترقيم، بمعنى انك انت بترقم كل النودز بتاعتك بتديها ارقام وبترقم كل الممبرز بتاعتك. وعلشان الدنيا عندنا تبقى يعني مميزة فاحنا بنحط ارقام النودز دايما في دوائر وبنحط ارقام الممبرز في مربعات بالشكل ده. طريقة الترقيم او سيستم الترقيم حاجة ترجع لك بشكل تام، مش من حقك انك انت ترقم باي ترتيب انت حبه. يعني انت عاوز تخلي ده واحد وده اتنين وده تلاتة وده اربعة، اي حاجة انت عايزها براحتك خالص. طيب الجلوبال كوردينيت سيستم بقى مقصود بيه ايه؟ ده دول اسم التاني اسمه الاستراكشرال كوردينيت سيستم. الكوردينيت سيستم ده بيبقى الهدف منه ان هو يوصف لي الجيومتري او الشكل الكلي بتاع الاستراكشر، وعن طريقه انا بقدر اطلع في النهاية العلاقات اللي بتربط لي الفورس في الديفورميشنز للاستراكشر ككل. تمام. ده كلام مهم ان احنا نكون فاهمينه. يعني ايه؟ يعني انا باستخدام الكوردينيت سيستم انا بقدر اوصف المنشأ بالكامل. هو من الاخر كده هو فعلا عشان كده اسمه الاستراكشرال كوردينيت سيستم اللي يخص المنشأ بالكامل. بقدر العلاقة اللي تربط الديفورميشنز اللي حصل في المنشأ بالاحمال اللي وقع عليه كلها بتبقى بنعبر عنها في الجلوبال كوردينيت سيستم ده. طيب الجلوبال كوردينيت سيستم عندي لما اكون شغال على 2D تراس بيبقى عبارة عن محورين اتنين، محور اسمه X ومحور اسمه Y، وبنديله الرموز X و Y بالكابيتال لترز. طب انا بحط نقطة الاوريجين بتاعتي نقطة صفر وصفر فين؟ برضو المفروض نظريا ان من حقك انك انت تحط نقطة الاوريجين بتاعتك في اي مكان في الاستراكشر، ده موضوع برضو يرجع لك تماما. لكن احنا بنعبر عنه او بنتفق مع بعضنا ان احنا دايما نحط نقطة الاورجين بتاعتنا في اللور ليفت جوينت في الاستراكشر، يعني اخر نقطة تحت شمال. ليه كده؟ عشان كل الكوردينيتس بتاعتنا او كل احداثيات النقط بتاعتنا تكون احداثيات موجبة. عن طريق الكلام ده انا اقدر بعد كده، لان احنا بعد كده زي ما هتشوف هنبدأ اننا نجيب الكوردينيتس او نجيب الاحداثيات بتاعت النقط كلها ونبدأ نشتغل من خلالها. الاحداثيات دي كلها متنسبة لمين؟ متنسبة لنقطة الاوريجين. فبالتالي منشأ زي ده لما نحب نحطه جلوبال كوردينيت سيستم له هنحطه بالشكل ده بحيث دي نقطة صفر وصفر بالنسبة لي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان النقطة دي الاوردينيتس بتاعتها عبارة عن 3×4، بالموجب النقطة دي الاوردينيتس بتاعتها عبارة عن صفر وكام؟ واربعة. النقطة دي 3 وكام؟ 3 وصفر، والنقطة دي 0 وصفر. ده اسم الجلوبال كوردينيت سيستم. وده بعد ما بتعمل النمبرنج بتاعك ده اول حاجة انت بتبدأ تحددها في المنشأ بتاعك. الحاجة التانية او السيستم التاني اسمه اللوكال كوردينيت سيستم، واللوكال كوردينيت سيستم له اسم تاني اسمه الممبر كوردينيت سيستم. يعني كل ممبر عندي في الحقيقة له اتنين لوكال كوردينيت لوكال اكسيز اللي هم اكس واي، وبنرمز لهم هنا باكس واي بس بسمول ايه باسمه الليترز. المفروض ان هم واقعين فين؟ المفروض ان هم واقعين في الانس بتاعته. طيب يعني انا مثلا عندي الممبر 1 2 ده له محور اسمه محور اكس في اتجاهه ومحور واي عمودي عليه. طب الممبر اللي اسمه 5 ده هيبقى له محور اكس في اتجاهه وممبر واي عمودي عليه. تمام كده. يبقى تاني the local x is directed along the member، x دايما بيبقى موجود في اتجاه الممبر، while y is perpendicular يعني عمودي على الممبر بتاعنا.
طيب انا دلوقتي عشان احدد الاوردينتس اللوكال للممبرز بتاعتي، المفروض انك انت بتحط محورين، محور في اتجاه اكس كده ومحور عمودي في اتجاه واي. بس احنا للسهولة عشان نسهل الدنيا بالنسبة لنا بنعبر عن الكلام ده بسهم، بسهم فوق واحد فقط. السهم ده بيحدد لي على طول اتجاه اكس، فاحنا بنبقى فاهمين ضمنيا ان اتجاه واي هو الاتجاه العمودي. يعني حاجة بالشكل ده، يعني انا لما اشوف السهم ده مثلا افهم ان الممبر رقم 5 بدايته عند نقطة 1 ونهايته عند نقطة 4، ولما اشوف السهم ده افهم ان الممبر اللي رقمه 6 بدايته عند نقطة 2 ونهايته عند نقطة 3، والسهم ده معناه ان الممبر رقم 2 بدايته عند 3 ونهايته عند 4 وهكذا. برضو انت هنا اختيار الدايركشنز بتاعتك هو برضو كل ده اختياري. يبقى احنا لحد هذه اللحظة احنا عندنا الحرية في اختيار اللوكال دايركشنز بتاعتنا، الجلوبال دايركشنز والاوريجين بتاعنا، بس احنا هنتفق دايما زي ما قلنا ان احنا نخلي الاوريجين هنا، والترقيم بتاعنا او النمبرنج بتاعنا برضو زي ما احنا حابين. طيب الحاجة اللي عليها الدور ان احنا نبدأ نحدد degrees of freedom او درجات الحرية في المنشأة. احنا هنشتغل على 2D trusses او ده الكورس بتاعنا اللي احنا هنشتغله. فبالتالي احنا عارفين ان في التراس كل نقطة بيحصل عندها حركتين اتنين او اتنين displacement، اللي هم واحدة في اتجاه اكس وواحدة في اتجاه واي. ايه هي degrees of freedom كتعريف عشان نبقى فاهمين؟ degrees of freedom عبارة عن الindependent joint displacement that are necessary to specify the deformed shape of the structure when subjected to arbitrary loads. يعني عبارة عن درجات الحرية بتاعت المنشأ اللي هي بتقول نقط الحركات اللي ممكن يتحركها نقط المنشأ في الاتجاهات المختلفة لما تتعرض لأي سيستم من الأحمال. لما يكون عندي بلين تراس، يعني تراس في التو دي، ما بيحصلش إلا ترانسليشنز بس عند الجوينتس، ما فيش عندي سيتا، تمام كده. يبقى لو أنا أخدت التراس بتاعنا ده كده وجيت بصيت عليه، على إن أنا عندي جوينت واحد، دي جوينت اصلا مرتبطه برولر سبورت، فبالتالي الجوينت دي ممكن ان هي تتحرك فقط في الاتجاه الافقي بالشكل ده، لكن لا يمكن تتحرك راسيا لان انا عندي رد فعل هنا يمنع الكلام ده. طب لو روحت عند نقطه 2 هلاقي نقطه 2 دي نقطه كونكتد بهنجد سبورت، فبالتالي بما ان في ردين فعل موجودين فدي نقطه غير قابله لانها تتحرك افقيا او راسيا، فهتفضل موجوده مكانها. نقطه 3 ونقطه 4 دي نقط حره الحركه تماما، لا يوجد ما يمنع انها تتحرك في اتجاه 2 او تتحرك في اتجاه اكس عفوا او في اتجاه محور واي. يبقى انا دلوقتي عندي كام ديجري اوف فريدم؟ ادي واحد دي اول حركه، هنا في 2 يبقى في 2 وفي 3، هنا في 4 وفي 5، يبقى ده المنشأ ده اقدر اقول انه في 5 degrees of freedom. طيب انا قبل ما امشي من هنا او قبل ما انقل على اللي بعد كده، انا عايزه اقول لك ان احنا واحنا بنحدد degrees of freedom للسيستم بتاعنا، خلي بالك كويس جدا انك انت النقطه اللي بيجي عندها 2 degree of freedom لازم تدي اللي في اتجاه اكس هو الرقم الاولاني ترقم اكس ثم واي اكس ثم واي. يعني لو ده واحد انا هنا هقول ده 2 وده 3 ده 4 وده 5. كمان احنا ماشيين هنا باش مهندس بسيستم الايه الجوينتس بتاعه الاستراكشر، الترقيم اللي احنا اخترنا نرقمه، فانا ببدا ترقيم من عند اول نقطه اللي هي نقطه 1، تمام كده، ابدا من عندها. بعد كده 2 ما عندهاش اسيبها، اروح على مين بعد كده؟ اروح على 3، انا اللي اخترت النظام ده فبقيت ملتزم بيه حاليا. 3 دي عندها 2 اقوم رقم اكس ثم واي، اروح عند 4 عندها 2 ارقم اكس ثم واي، تمام. الكلام ده غاية في الأهمية ولازم نكون واخدين بالنا منه. طب هل أنا علشان أحدد degrees of freedom بتاعتي لازم أني أنا كل مرة أقعد أرسم شكل deformed shape للstructure؟ لا، إحنا بنعمل حاجة أسهل، إحنا بنعبر عن degrees of freedom بشكل إيه؟ بشكل أسهم بالشكل ده. يبقى خلاص، يبقى السهم بالنسبة لي هنا معناه أن في حركة في هذا الاتجاه. يبقى تاني هاجي تاني هبدأ من أول نقطة أنا بدأت الترقيم عندها، نقطة 1 هلاقي عنده حركة واحدة، يبقى ده رقم 1، ده degree of freedom رقم 1. اروح عند 2 مفيش، اسيب 2 واروح عند 3 الاقي في 2 رقم x ثم y،
اتنين وتلاتة عند اربعة رقم اكس ثم واي. طب الدايركشنز اللي احنا حطاها دي حطاها على اساس ايه؟ حطاها على اساس ان دي اتجاهات الجلوبال بتاعتنا. يبقى تاني الديجريز اوف فريدم احنا بنحطها في اتجاهات الجلوبال سيستم اللي احنا اخترناه. وانا الجلوبال سيستم كانت عندي اكس الموجبة في الاتجاه ده وكانت واي الموجبة في الاتجاه ده، فعشان كده احنا بنحط كل ديجريز اوف فريدم بتاعتنا في الاتجاهات الموجبة كاسامشن. اول فيكتور بينشأ عندي اسمه الديسبليسمنت فيكتور او الجوينت ديسبليسمنت فيكتور، اللي هو بيبقى جي فيكتور بالشكل ده، دي واحد دي اتنين لحد دي خمسة، وده زي ما حضرتك شايف كده عبارة عن خمسة في ايه، في واحد ايه، خمس صفوف وعمود واحد بس. يبقى انت كده حددت ايه؟ حددت الانونز بتاعتك اللي في المسألة اللي هي عبارة عن الديجريز اوف فريدم بتاعتك. بنبدأ الخطوة اللي بعدها ان احنا نجيب حاجة اسمها جوينت لود فيكتور. يعني ايه جوينت لود فيكتور؟ بنعمل فيكتور تاني اسمه اللود فيكتور. يبقى الاكسترنال لودز اللي موجودة على الاستراكشر هي كمان بناخد القيم بتاعتها في اتجاه اكس واي ونطلع فيكتور عندنا. طيب احنا نفتكر كده الاستراكشر عندي كانت كان في عندي هنا حمل 10 طن في الاتجاه ده، وكان في حمل مايل هنا 20 طن. بما اننا شغالين على اتجاهات اكس واي، فاحنا بنحلل الحمل بتاعنا لمركبتين، مركبه هي بتاعه الكوزاين ودي المركبه بتاعه الساين. طيب بيقول لك هنا any inclined load is resolved into its x and y components، يعني اي حمل مايل حلله لمركبته في اتجاه x وفي اتجاه y. طيب لو انا دلوقتي عايز اجيب load vector، انا عندي كام حمل هنا موجودين؟ عندي 3. طب انا عندي كام degree of freedom؟ 5. اعرف بقى ان لازم يكون load vector الدايمنشنز بتاعته هي نفس الدايمنشنز بتاعت degree of freedom. بمعنى ان انا لو عندي 5 degrees of freedom يبقى لازم load vector يكون عندي فيكتور عبارة عن 5 في 1. طب انا هجيب الكلام ده ازاي؟ الفيكتور بتاع اللود اهو، انا بعمل ايه باشمهندس؟ انا بمشي مع الديجريز اوف فريدم برضو بنفس ترتيبها. اول ديجري اوف فريدم رقم واحد، ابص هنا على الاستراكشر مكان اللود، في حمل موجود؟ مفيش حمل، اقوم حاطط هنا ايه؟ صفر. اروح عند مين؟ عند الديجري اوف فريدم رقم اتنين اهي، قصادها حمل موجود؟ قصادها 17.3، جميل قوي. طيب اروح عند اللود رقم 3 او الديجري اوف فريدم رقم 3 اللي هي دي، قصادها حمل قيمته كام؟ 10. بس خلي بالك ان الديجري اوف فريدم اتجاهها لفوق علشان ده الاتجاه الموجب بتاعي، العشرة دي في الاتجاه عكس الاتجاه، عشان كده العشرة دي بتتحط باشاره سالبه. طيب اجي بعد كده عند الديجري اوف فريدم رقم 4، مفيش لود هنا مقابل ليها فبنحط صفر. طب الديجري اوف فريدم رقم 5 في لود مقابل لها قيمته 10 برضو باشاره سالبه، الاتنين دي كانت موجبة وال17 في نفس اتجاه، عشان كده ال17 اتحطت بالموجب. ده الجوينت لود فيكتور، ودي انت دي تالت خطوة انت بتعملها في الشغل بتاعك. اخر حاجة بنعملها هنا الرياكشن فيكتور. انا ازاي بعرف عدد الرياكشنز عندي؟ ادي الديجريز اوف فريدم بتاعتي اللي هي كانت 1 2 3 4 5، تمام كده. ترجع تاني وتشوف الكونستريند ديجريز اوف فريدم او درجات الحريه الممنوعه في المنشا بتاعك، اللي هي بالنسبه لك هنا اول درجه حريه ممنوعه بالنسبه لك اللي هي رقم 6 اللي هي ديت اللي الحركه الراسيه هنا، ثم عندي هنا 7 و8 الاثنين دول ممنوعين. مكان ما التلاتة عندي درجات حريه 3 ممنوعين، معناها ان انا عندي رياكشنز كام؟ رياكشن 3. عايزه هنا اقول لحضرتك حاجه برضو، ان انت وانت بتعمل الكلام ده بترجع تاني تمشي على ترقيم الجوينز بتاعتك. يعني انت كنت بادئ من نقطه 1 ف6 هنا هتلاقيه هو اول واحد، برضو انت بترقم رقم في اتجاه اكس ثم في اتجاه واي عشان الدنيا تظبط معاك في الحل. يبقى تمام كده، يبقى انا في الحاله دي اقدر اقول ان الرياكشنز عندي اللي هم 6 و7 و8 او ارقامهم 6 و7 و8. احنا هنعرف بعد كده احنا ليه بنعمل النمبرنج سيستم ده، لان هو بعد كده في الحل بتاعنا احنا بنستخدمه في الحل، وبيسهل علينا حاجات كتيره جدا واحنا بنكون الماتريكس الكبيره اللي هي بتاعه الاستراكشر ككل.